الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، السؤال الثالث تسأل عنه في قبرك: من نبيك؟ دريم أصل كم تانا تبوس كي بقبرك يا غدا جستان نبي صوبه؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الله. ده عبد الله زوي ده. ابن عبد المطلب. ده عبد المطلب زوي. ابن هاشم. ده هاشم زوي. وهاشم من قريش. هاشم ده قريش هنا ده. وقريش من العرب. أو قريش ده عرب هنا ده. والعرب من ذرية إسماعيل. أو عرب ده إسماعيل عليه الصلاة والسلام ده نسل ندي. ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوي. له من العمر 63 سنة. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر درش بتكاله ده 40 قبل النبوة. سلويخ كاله ده نبوتنا مخكي 23 نبيا ورسول. درش كاله نبي أو رسول؟ هو نبي ورسول. أو ده نبي أو رسول ده؟ إلى ماذا يدعو؟ سش ترفت دعوتك؟ يدعو للتوحيد. توحيد تدعوتك؟ وينذر عن الشرك. ده الشرك نخلك يا رول. إلى من بعث؟ شات ما بعث شبهه. إلى الثقلين الجن والإنس. دوارو خلقو تسقلين وتشغى إنسانان وبريان دي. ما معنى هذا؟ دي سمعنا هذا. معنى هذا أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر مخلد خلود أبدي في النار، يهودي نصراني مجوسي بوذي. دي معنى هذا جهر غشات شداد دعوة رسيدلة دي واغب إيمان وربان دي ندر أولي أغا كافر دي وهمشة دي پارا بور كده كيهودي دي مجوسي دي نصراني دي. أكمل الله به الدين، يعني لا أحد يستطيع أن يبتدع في هذا الدين. الله رب العالمين دين وربان دي مكمل کرده ده هز سوق نشيكا ولا چپا دي دين كي نوستيز إيجاد كي وبدعتو كي لنا الاتباع للابتداع. مونج باني اتباع ده ابتداع أو بدعت نشتا ده. نعم، ولد بمكة. مكة كي پيدا شوه ده. هاجر المدينة. مدينة هجرت کرده ده. ومات عليه الصلاة والسلام بالمدينة ودفن بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما الحق البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم په مدینه منوره کې وفات شوه دی او په مدینه کې دفن کړی دی، ځکه چې هغه بشر دی. کم کارونه چې بشر سره کیږي هغه سی سره شوی. لا خیر الا دل الامه علی. هیڅ خیر نه دی مگر خپل امت ته خودلې دی. اعظم الخير الذي دل عليه التوحيد. او دول نوچت خیر چې موږ ترا خودلې دی هغه توحید دی. ولا شر الا حذر الامه منه. او هیڅ داسې شر نشته مگر خپل امت ته خبردار کړي دی. واعظم الشر الذي حذر منها الشرك. او ډیر د ټول نه لوی شر هغه دا دی چې موږ یې بنه کړي هغه شرک دی. نعم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لازمي او واجب خبر چې موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت یاد کو زده کو. وكذلك حتى الاولاد لقنوا سيره النبي عليه الصلاه والسلام. او مدارنګ څنګه چې ماشومان اولاد بچی دي هغوی ته باید سیرت تلقین ورکړی شي. اسال الله سبحانه وتعالى اجمعنا بنبينا عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى من الجنه والله اعلم. امين. الله نه دا سوال کو چې الله رب العالمين موږ د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په جنت کې را یوځي کی.